أحبتي، بعد أن تحدثنا عن المدرسة الواقعية وكيف تبلورت من خلال مدرسة باربيزون، وتحدثنا عن سماتها وخصائصها، الآن نتحدث عن أبرز فنانيها. وأول هؤلاء الفنانين هو الفنان غوستاف كوربي. كان غوستاف كوربي واحدا من أبرز الفنانين الفرنسيين في القرن 19، وأحد رواد الحركة الواقعية. تضمنت أعماله مجموعة متنوعة من المواضيع، منها العراة، الطبيعة الصامتة، مشاهد الصيد، والمناظر الطبيعية بعيدا عن السياسة. ولد كوربي في أورناز عام 1819 من والديه ريجيس وسيلفي، اللذين كان يديران مزرعة ناجحة. نشأ وسط تأثيرات فنية من شقيقاته جوليت وزيني وزوي، مما ساهم في توجيهه نحو الفن. في عام 1819 انتقل إلى باريس ليتعلم تحت أستاذ يسمى ستوين. كان يقضي الكثير من وقته في متحف اللوفر، أيضا ينقل ويستنسخ أعمال كبار الفنانين، وهذا بالطبع طريقة مهمة جدا إلى بدايات الفنانين الكلاسيكيين والفنانين الكبار. فكان يستنسخ لوحات كارافاجيو ودييغو في فيلاسكيز في بداية طبع مسيرته الفنية. في بداية مسيرته الفنية تأثر كوربي بالأدب في مواضيع أعماله، ومن بين أولى روائعه كانت لوحة أوديليسك المستوحاة من أعمال فيكتور هيغو، لكنه تحول لاحقا إلى الواقعية ورسم عددا من اللوحات الذاتية مثل الرجل البائس والنحات والصورة الذاتية مع الكلب الأسود وعازف التشيلو وغيرها. في عام 1849 حقق كوربي نجاحا كبيرا في صالون باريس، يعتبر هو نجاحه الأول، من خلال لوحته الشهيرة بعد العشاء في أورنان التي حصلت على الميدالية الذهبية. كان كوربي يؤمن بأن الواقعية ترتكز على الألوان وتجسيد الواقع القاسي للحياة اليومية، فاهتم برسم الفلاحين والبرجوازيين الريفيين، مما جعله يصنف كفنان واقعي إلى جانب فنانين مثل جان فرانسوا ميليه وأونور دوبي. واحد من اشهر لوحاته هي محطم الحجاره التي رسمها عام 1849. اعتبرت هذه اللوحه تمثيلا حيا لحياه الفلاحين، حيث استوحاها من مشهد رآه على الطريق. لطالما أكد كوربي أن أسلوبه ينبع من تجاربه الشخصية. من أبرز أعماله أيضا لوحة استوديو الفنان، التي احتبرها العديد من الفنانين تحفة فنية مثل بودلير ويوجين ديلاكروا.
جمع كوربيه في هذه اللوحة بين عناصر مختلفة من المجتمع مثل الفقر والغنى والبؤس والمعاناة، حيث تضمنت شخصيات مثل حفار القبور والعاهرة والقس. وكان بعض الثوريين المتعصبين قد عمدوا في أيام حكم الكومينات إلى إسقاط عمود فاندوم، رغبة منهم في إزالة كل أثر يذكرهم بعهد الإمبراطورية البائدة. فاتهموا كوربيه زورا وبهتانا بأنه هو المسؤول عن هذا العمل. في عام 1872 حكم عليه بالسجن 6 أشهر، وبعد إطلاق سراحه قررت الحكومة فتح ملف القضية من جديد. ففر كوربيه إلى سويسرا خوفا من احتقاله مرة أخرى، فحكم عليه غيابا بنفقات إعادة تشييد عمود فاندوم، وصدرت لهذا الغرض جميع ممتلكاته ولوحاته، وتوجب على كوربيه تحمل نفقات إعادة البناء وهو ما لم يكن بمقدوره. فاختار المنفى الطوعي في سويسرا حيث أصبح رئيسا لمدرسة الواقعية السويسرية. إلى جانب الرسم، أبدى كوربيه اهتماما بالنحت، وأحد أبرز أعماله في هذا المجال هو تمثال صياد شافوت الذي تبرع به لمدينته أورنانز، ولكنه أزيل لاحقا بعد احتقاله. توفى كوربيه في المنفى بسويسرا عام 1877 بعد معاناة من مرض في الكبد نتيجة إفراطه في شرب الكحول. رغم التحديات الشخصية، ترك كوربيه تأثيرا كبيرا على العديد من الفنانين الشباب مثل كلود مونيه وفانسنت فان كوخ وبول سيزان، وظل إرثه الفني مصدر إلهام لأجيال الفنانين، وظلت مهارته وبراعته تجعله واحدا من أكثر الفنانين احتراما في التاريخ. أحبتي، أرجو أنكم قد استمتعتم بهذا القدر من شخصية فنية مهمة جدا مثل جوستاف كوربي. انتظروني في فيديو آخر سأتناول فيه فنان آخر، وهو الفنان كور من المدرسة الواقعية. مع تحيات دكتور صبيح كبش. Thank you.